سياحة حقق نجاحات، وإن شاء الله تأمل وإن شاء الله كل ما التونسية تحقق مزيد من النجاحات، يبقى بقدم معرفة في الإطار الحالي اللي وصلتهم المكتسبات يخليها تكون مرأة فخورة لكونها مرأة تونسية. ما هي حبذا إن شاء الله في المستقبل تتمتع بحقوق توصل تحقق لها أكثر من النساء كرمهم اليوم في جميع المجالات، كرمها في السياحة، رائدة الأعمال، كرمها المرأة المهندسة، في التعليم، في المجتمع المدني، لو كنا نسيبش نكرم النساء في جميع المجالات.